لله يا ليلة العيد. الله، احسنت. ويمكن دي اجمل حاجه نقدمها لحضراتكم النهارده في مسك الختام، في ختام سهرتنا النهارده في سهرات ليالي العيد على قناه مصر الزراعيه. هنستمتع بصوت جميل، صوت شاب موهوب برضو كسر القيود وما التزمش بفكره الشهاده الدراسيه، ولكن حب يطور وينمي موهبته. هيمتعنا باغاني جميله النهارده ان شاء الله، هنستمتع ونتمتع بيها مع حضراتكم، مع ضيفي اللي منورني النهارده امجد عصام. اهلا بيك، كل سنه وانت طيب. عرفنا النهارده بنفسك ودراستك كانت ايه، وابتديت بقى مين اكتشف فيك الصوت الحلو؟ ما شاء الله صوتك حلو. اوكي تمام. هو انا امجد عصام من بنها، تمام. ودلوقتي انا في فرقه ثانيه، المعهد العالي للحاسبات والمعلومات في طنطا. ومين اكتشف فيها الموهبة؟ هو اكتشف في البيت اللي أنا بغني، تمام. هو والدي تحديدا نمى عندي الموهبة دي يعني، وبس. حلو. وانت حتى في المدرسة وانت صغير حسيت شوية ان انت كنت مميز ما بين اصدقائك، حتى وانت في الابتدائي كنت في الاذاعة المدرسية مميز؟ اكيد المدرسة والمعلم له دور. كنت في الاذاعة المدرسية تقول القرآن الكريم وحكمة اليوم، وتحب تعمل الحاجات دي. طيب طقوسك ايه في العيد؟ وهل انت بقى كفنان وليك يعني مود معين كده بتعمل ايه، بتحب تعمل ايه في العيد؟ عادي، ممكن بكون بخرج بستمتع مع اهلي، بنتفرج على التلفزيون كده. زياره الاقارب؟ لا، بس انا قصدي يعني كناحيه موهبه الفن، يعني انت مثلا كفنان بتحب تتجمع مع اصدقائك تغنوا تحاولوا تبتكروا مثلا؟ بتجمع انا واصحابي فرقه الكورال في المعهد. انا قصدي كده يعني مثلا تفكروا تعملوا حاجه ليك انت، ممكن حد يكتب اغنيه، حد يلحن، ولا لسه؟ ولا انت شايف ان انت ليك ستايل خاص انت لسه بتحاول تنميه في نفسك وتكتشفه اكتر؟ لا، هو لسه ما جربتش كل ده بصراحه. بس اكيد مع التجربه قدام طب مين مثلك الاعلى؟ يعني مين بتحب تقول انا نفسي مش هبقى زيه لان مفيش حد زي حد، بس هو مثلك الاعلى وقدوتك؟ ممكن عبد الحليم طبعا، العندليب طبعا مع حفظ الالقاب. وعشان كافح كتير وما استمعش الكلام حد في بدايه حياته وكمل في مسيرته عادي. طيب يلا بينا بقى نستمتع بصوتك، عشان احنا شعرنا قليل من الكلام كثير من الغناء. هتسمعنا ايه؟ هقول لو نويت بتاعت جورج وسوف. يلا فردل. فردل. لو نويت تنسى اللي فات واللي كان والذكريات، لو نويت تنسى اللي فات واللي كان والذكريات، انه غيري خد مكاني وان قلبك مش عشاني، ليه تجرحني بكلامك؟ طب ما تهجر من سكات. قالوا الناس انك بيعني، يا ما قالوا الناس عليه، قالوا الناس انك بيعني، يا ما قالوا الناس عليه، قلت شاري سيبوا بعني، قلت شاري سيبوا بعني، زاد كلامهم حبي اليك، بلاش تشمت غيري فيا، بلاش تلومني عاللي فات، ما بلاش تشمت غيري فيا، بلاش تلومني عاللي فات، ليه تجرحني بكلامك؟ طب ما تهجر من سكات. الله الله، خامة صوتك حلوة، وانت انا حاسة ان انت بتغني الاغنية بطريقتك، فبرافو عليك. انت ايه رأيك بقى في موجة المهرجانات؟ وانا عارفة ان ده الاغاني دي ليها جمهور، وساعات المود بيطلب ان احنا نسمع، او بيبقى فيه وقت كده نسمع، بس على الاقل حتى في منها الراقي الغير مبتذل اللي فيه الفاظ ينفع نسمعها. فايه رأيك في الظاهرة دي؟ وهل انت لو في ايدك ان انت تشيل الموضوع ده هتشيله، ولا تخلي لسه برضو في مكان الأغنية الحلوة؟ لا، هو أكيد اختلاف الألوان مش وحش، وكل يعني الموضوع مش وحش، بس الفكرة بالاحتفاظ زي ما حضرتك قلتي، اللي يكون الاحتفاظ بالاحترام والأدب، وبس يكون في مبادئ في الموضوع وخلاص. بس لكن أنا غير كده أنا مش ضد مثلا الموضوع ده. أنت هل في ألحان معينة
بتحس انها اقرب لصوتك؟ يعني انت درست مثلا طبقات او اهتميت ان انت تعرف طبقات الصوت او كده، وعرفت ان في طبقه معينه او لحن معين هو هيمشي مع صوت امجد؟ اكيد. اه الاغاني القديمه تحديدا، ف مثلا عبد الحليم، عبد الوهاب، الناس القديمه دي كلها افضل يعني بكتير من الناس الجديده. طب تفتكر، يعني اسالك سؤال استباقي شويه، ان شاء الله نكون من اهل الدنيا، بس تفتكر ليه الاغاني بتاعت العندليب وكوكب الشرق والموسيقار العظيم، موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب وغيره، الاغاني دي عاشت سنين وسنين وسنين، وهل اغانينا بتاعت دلوقتي ممكن قدامي يقول لك سلام اسمع الهضبه، يا سلام اسمع حمائي، يعني يبقوا اثر برضو وتاريخ كده؟ يعني هو زمان كان لحد دلوقتي هما برضو بيتعلموا من زمان، فهو يعتبر زي الاساس او يعني القانون عندنا عشان نغني لازم نسمع قديم اجباري بالظبط. هو كل وقته له ادانه، وزي ما نجوم الكبار دول علموا في وقتهم وفي زمانهم وفي جيلهم، زي ما نجومنا الكبار زي الهضبه وتامر حسني ومحمد حماقي وناس كتير هم علامات ونجوم دلوقتي، واكيد في المستقبل الجيل اللي جاي بقى هو اللي هيختار وهو اللي هيعيش الاغنيه، لان الاغنيه الحلوه مهما كانت بتعيش. بس انا قصدي بسؤالي كمان، زمان كانت ممكن الاغنيه تخلص في شهر، يقعدوا يلحنوا فيها ويعملوا في شهر شهر ويعني دلوقتي ممكن الاغنيه تخلص في 10 دقائق، فعشان كده يمكن بيشتغلوا على الاغنيه اكتر او بيخدموها اكتر. مش فكره كده، واكيد الاغاني كان زمان بيتعب عليها جامد، بس دلوقتي كان زمان كان الفرقه الموسيقيه كامله هي اللي بتتحكم في الاغنيه، ما كانش في زي دلوقتي مثلا الموضوع ممكن يتعمل فعلا زي ما حضرتك قلت في 5 دقايق في استوديو. بس زمان لازم، لا كان فرقه ولازم كان كل اله تختص بحاجه وبيعزفوا مع بعض. بس حتى في اللحن وفي الكلمات. طب تعالى نكمل كلامنا بعد ما نسمع حاجه. تسمعنا ايه؟ هقول بتاعت وائل جسار لو عشت بعد. يلا فضل. لو عشت بعدي وبعد بعدي جيت وحنيت، ابقى افتكرني واحكي عني مهما كنت نسيت، خليني ذكرى جميلة عندك واوعى تنسى زمان، خليني ذكرى جميلة عندك واوعى تنسى زمان، ما تقولش حبي وقت عدى ويوم خلاص عشناه، قول ان حبي حب عالي بس هي حياة، وبقى افتكرني بكلمة حلوة تنسي قلبي الاه، وبقى افتكرني بكلمة حلوة تنسي قلبي الاه، خلي الفراق اجمل فراق في دنيا العاشقين، وان حد سالك عني قول له كنا اوفى اتنين، واللي كان حبيبي وكان حياتي وعشرة ليها سنين. الله، لا انت صوتك حلو، وعايزه اقول لك انت ما نشستش، يعني انا وداني ما سمعتش حاجه، يعني على سنك الصغير ما شاء الله ونبره صوتك، يعني انت كل ما تشتغل على صوتك اكيد. قولي بمناسبه الشغل على الصوت، بتعمل تدريبات، بيبقى فيها اغاني معينه بتحب تتدرب عليها؟ حاليا دلوقتي في الكورال بعمل كل ده بتاع اللي. بنعمل تمارين فوكاليز هناك وكده اللي هو فتحه سخنه وكده، قبل الحفلات. انت بتعمل حفلات؟ في حفلات تبع المعهد في العلاقه. والله بتحبوا يعني تنسقوا بقى وتختاروا الاغاني مع بعض؟ اكيد. معانا برضو مدربين ومايستر وكده ومتعلم. اكتر الاغاني اللي انت بتحس لما بتغنيها بتحس امجد قوي فيها وبتحس ان طبقه صوتك جايه عليها، والحفلات اللي انت حضرتها كده حسيت ان الجمهور متفاعل اكتر مع ايه؟ يعني مثلا اغنيه بتغنيها عارف ان الناس هتتبسط قوي منها او تستمتع بيها؟ ممكن الاغاني اللي تكون فرفوشه شويه اللي هي فيها مود، بس هي دي اللي بتخلي الجمهور يتفاعل معاها. لكن برضو اغاني سلطنه بيبقى ليها مود حلو. صحيح. طيب قول لي بقى اكتر الالات اللي انت بتحب تسمعها، انت بتلعب اله موسيقيه ويعني ولا لا؟ لا نفسي. بس انا كمانجا او ايه؟ او وتريات. انا من الوتريات زيك برضو جدا جدا. طيب قول لي ممكن تسمعنا ايه، وهنرجع برضو تاني لموضوع الالات الموسيقيه والكلام ده، سمعنا ايه؟ ممكن قول لي اعمل لك ايه بتاعت عبد الوهاب. يا سلام، اتفضل.
قولي عملك ايه قلبي قلبي اللي انت ناسيه، قولي قولي عملك ايه قلبي قلبي اللي انت ناسيه، وانت الغالي عليه الغالي عليه، قولي العين في العين وانت ولا داري بحالي، والاه تبقاهن قلبي والفكر اللي جاني، العين في العين وانت ولا داري بحالي، والاه تبقاهن قلبي والفكر اللي جاني، اه من الاتنين والله خدوا مني ليالي، كل ده كان فين قولي كان ملك ومالي، قولي عملك ايه قلبي قلبي اللي انت ناسيه، قولي قولي عملك ايه قلبي قلبي اللي انت ناسيه، وانت الغالي عليه الغالي عليه، قولي الله. لا جميله، حلوه قوي، احسنت يا امجد. اظن انت بقى طبعا بيستفيدوا من صوتك، مش عايزه اقول لك بيستغلوك، قلت لك مصطلح تاني افضل يعني. اكيد بقى في العيد بتتجمعوا ولازم أكيد. تقعد تغني طبعا، أكيد طبعا. صح؟ فكره ان انت تحب تختار كلمات معينه، في كلمات انت بتروح لها، يعني مثلا لو انت فكرت في دلوقتي مطربين ممكن يكتب هو الاغنيه عشان هو حاسس ان الكلمات دي ممكن هو يعرف يأديها، ولا دي بتبقى ملكة فخلاص يعني مش ممكن، انت حاسس ان انت عندك لا الملكة دي هي ولا لأ؟ أكيد كل واحد بيغني المناسب لظروفه كده يعني، بس أنا بميل أكتر للأغاني اللي هي الحزينة شوية. بس ما جربتش انت تكتب حاجة لا ولا لأ؟ جربت بصراحة، جربت جربت والله. طب وكنت قادر تحس بالتوازن بقى بتاع يعني الأغنية؟ كبداية، أنا شايف إن هو حاجة معقولة. حلو. وفكرت ان انت تلحنها وكده ولا ليه؟ أه طيب حلو، ان شاء الله قدام في المستقبل إن شاء الله. يبقى ليك ألبوم ويبقى ليك اغاني خاصه بيك. اكيد دور الاسره ودعمهم ليك، انت في البدايه قلت لي ان الوالد بيشجعك، أكيد. أه انت بتشوف قد ايه ان فعلا الاسره دي هي السند والظهر أكيد. ورا اي يعني شاب مجتهد حابب يطور من نفسه، حتى وخصوصا لو كانت الموهبه دي بعيده عن الدراسه. فقد ايه دور الاسره فرق معاك، وتحديدا باباك ومامتك طبعا اكيد ليها أكيد. دور. أه مامتي كانوا معايا كتير، وكانوا على طول بيشجعوني، وهم اللي شجعوني اكتر ان انا قبل ما ادخل المعهد كنت بروح اصل الثقافه وكده، وهم شجعوني على كده، وده اللي بدات فيه اللي هو اخد الموضوع بجديه شويه عن الاول. كانت في الاول هوايه بس، مجرد هوايه بغني في المدرسه او بيني وبين نفسي بيني وبين صحابي، لكن خدت الموضوع بجديه شويه وهم شجعوني على الموضوع ده، وبدات ان انا اروح اصل الثقافه، وقعدت فيه سنه كده اتعلمت فيه بصراحه كتير، وبعد كده ما قدرتش اروح تاني. انت ابتديت تروح قصر الثقافه من وانت تقريبا عندك كام سنه؟ نقدر نقول مثلا وانا عندي 17 سنه. طيب وانت كبير برضو. اه طب حلو. قد ايه ان فعلا قصور الثقافه ومراكز الشباب والحاجات دي بيبقى ليها دور كبير في اكتشاف المواهب، يعني ما اعتقدش ان اي طفل ايا كان سنه او فئته العمريه ما عداش على درس على قصر ثقافه معين تابع ليه وطور موهبته، بس انت دعمت ده مع الكورال بقى دلوقتي. أكيد. أه طب تعالى نسمع حاجة ونكمل كلامنا. وليه ممنوع أبين خوفي قدامه وأداري دموع، هبن أجمد وأكابر ليه وهكسب ايه، هيمشي خلاص ومش راجع بقاله كتير بيتحمل قساي عليه، وليه ممنوع ابين خوفي قدامه وداري دموع، هبن اجمد وكابر ليه وهكسب ايه، هيمشي خلاص ومش راجع بقاله كتير بيتحمل قساي عليه، بموت جوايا وببكي على حالي واحزاني اللي جيالي، خلاص ضيعته من ايدي في
وقت القسوة كان مالي ونزل دموعي سألاني هيتعوض بمين تاني، هموت لو راح ولا سامع ولا راضي، واقول له هموت يقول عادي، وبيحسسني بظنوني وبيفكرني بالماضي، ولو يديني فرصة كمان هيرجع قلبي زي زمان. قولوا له سماه. انا بشكرك، نورتنا، شكرا جزيلا. كل سنة وانت طيب امجد عصام، كل سنة وانت طيب وعيد سعيد عليك، وان شاء الله نلتقي مرة تانية وانت عامل ألبوم بقى خاص بيك إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا، ده كان مسك الختام لسهرتنا النهاردة. ربنا يجعل أيام حضراتكم كلها أعياد، وتستمتعوا بالعيد مع كل حبايبكم، وربنا يجعله عيد سعيد على كل الأمة الإسلامية وعلى حضراتكم جميعا. أشوفكم إن شاء الله على ألف خير، واستمتعوا بفقراتنا وسهرتنا دايما على قناة مصر الزراعية. تحيات فريق العمل، وكل سنة وحضراتكم طيبين ودايما معانا على الخير متجمعين.